هذا هو الفيديو الذي يبحث عليه الكثيرون. لقد ظهرت الفرقاطة الروسية الأمر الإسم لصد السفينة الحربية الفرنسية أوفاغني التي قامت بتصوير المناورات الجزائرية الروسية وسلمتها للأمريكيين رسميا في نابل، ونقلنا صورة الطاقمين معا. وبشكل مفاجئ ظهرت إسم الروسية إلى جانب أوفاغني بعد دخولها إلى البحر الأسود، ونجحت بشكل لافت هذه الفرقاطة الروسية أيضاً من الاقتراب من السفينة الفرنسية ليرتبك الطاقم الفرنسي ويدعو إلى احترام المسافة في حدود العقدتين ما بين السفينة أو على الأقل الفرقاطتين معا. وفي التسجيل المفاوضات تظهر مرتبكة جدا بين الجانبين، إذ عزل الطاقم الفرنسي وأصبح بطبيعة الحال حارما لنفوذ باريس في البحر الأسود، وهو ما يعني نهاية الريادة الفرنسية للبحار. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة يظهر مثل هذا الفيديو الذي يحسم الجدل بخصوص ما سمي بالإبحار الفرنسي في المياه الدولية للبحر الأسود. سنجد مباشرة أمامنا إيسن وأمامنا أكثر من سفينة روسية. لدينا سفينة واحدة أو فرقاطة على وجه صحيح، فرقاطة روسية حربية هناك. إذن كانت هناك قطعة بحرية فرنسية في مقابل إسن وفي مقابل غيرها. وعندما تقترب الفرقاطة الروسية إسن إلى حدود العقدتين فقط من هذا الحضور الفرنسي، فهو ما يعني مباشرة أننا أمام أولا إبحار في اتجاه معاكس، يعني أن الحالة التي ظهر عليها الفرنسي هو الذي طلب أن يقول أنا هنا، أنا الفرقاطة الفرنسية باسم كذا إلى آخره بالرقم كذا، ونحن على دعوة عقدتين. يعني أن حالة الإبحار هذه كانت بإحاطة، إحاطة من فرقاطتين، وهذا نشر سابقا. لكن اليوم ماذا هو متوقع؟ هو أننا سنجد أن إيسن في مواجهة مباشرة مع هذه السفينة الفرنسية وبشكل معاكس. يعني الوضع السابق هو وضع الذهاب معا وعدم السماح لأوفاغني المتخصصة والتي لديها وسام استحقاق بخصوص التعاطي والتعامل مع الغواصات، وهذا الذي حدث من تصوير ردع 21 وأيضا بالنسبة للمناورات الجزائرية الروسية، وهذا الذي لم يقبله لا الجزائري ولا الروسي. واليوم أوفاغني أولا هي محظورة النشاط بحيث أنها لا تصور أي شيء، بل إنها محاصرة من فرقاطات أخرى، فكيف تفكر في الغواصات؟ هي فرقاطة في مقابل فرقاطة، فكيف تفكر في الغواصات؟ وأساسا لابد لها من هامش المناورة من أجل تصوير ما يجري من غواصات في البحر الأسود، غواصات روسية في البحر الأسود. لم يسمح الروس بهذا التصوير إطلاقا، وإن قبل الفرنسيون بألا يصوروا وألا يكون لديهم أي هامش للمناورة في البحر الأسود وبهذا الشكل وفي المياه الدولية المعتبرة دولية في هذه المنطقة، ومحاولة القول بشكل مباشر أن كل ما يجري حاليا من الأمريكيين والفرنسيين كل هذا يسقط أو على الأقل يخرق مونترو، هذا الاتفاق لمونترو. على العموم فإن الدول المشاطئة فقط للبحر الأسود لديها إمكانية للحضور بالطريقة التي تناسبها على الصعيد ما يسمى بالقطع الحربية، لكن بالنسبة للخارج، لأن البحر الأسود بالنسبة للقوى الأخرى
فبالنسبة لمونترو لا يجب بأي حال إلا في حدود معينة وفي فرقاطات محددة وبأوزان مضبوطة، كل هذا يحضر وتحت سقف القانون. ولذلك يتحرك الروس على أساس القانون الدولي في مونترو، وهم الذين غزوا في 2014 مثلا جزيرة القرم وأصبحت جزءا من الأراضي والمياه الإقليمية الروسية. على كل حال هنا القانون الدولي وهنا قانون آخر. على أي حال قانون القوة الذي مورس بعد إسقاط روسيا لما سمي بالقانون الدولي في قضية جزيرة القرم والوحدة الترابية لأوكرانيا، وجدنا أن الأوروبيين والأمريكيين أيضا يدفعون بكل طواقمهم بهذا الاتجاه. ما دامت روسيا خرقت القانون فمن حق الآخرين وبنظرة دفاعية عن أوكرانيا وتحت اتهام أن روسيا تريد غزو واحتلال أوكرانيا، فإن من حق الآخرين أيضا أن يكون لديهم رد الفعل. وعندما سيقول هؤلاء بأن أي الروس يقولون للغربيين بأنكم تخرقون مونترو، يقول الآخرون بأنكم خرقتم القانون الدولي أيضا في 2014 في ما سمي باحتلال وإلحاق جزيرة القرم. إذن هذه هي المعضلة وهذه هي المبررات الناتجة عن ما هو موجود الآن في البحر الأسود. إذن هذا هو أول تطور وأول تدقيق بهذا الخصوص. المسألة الثانية والأكثر أهمية أن كل القدرات الحالية لصالح روسيا، روسيا ترد على أوباغني لسببين. أولا لأنها صورت المناورات الروسية الجزائرية وليس من حقها هذا، ويعرف الروس أن الفرنسيين صوروا، ولكن لا يعقل أن الفرنسي صور ولا يريد الجزائري أن يصل بالأمور إلى الأسوأ مع فرنسا. ففي هذه الحالة ماذا وقع؟ أن الروس أنفسهم عندما دخلت أوباغني إلى البحر الأسود رفضوا حركتها تجاه الغواصات، فأصبحت محاطة بالفرقاطات، وتخصص أوباغني هي في الغواصات، وأتت أساسا من نابل من أجل تنفيذ مهمة أساسية لمعرفة ما هي الغواصات وسلاح الغواصات في هذه المنطقة، ومعرفة ما يجري انطلاقا من رد الفعل الروسي على الانتشار العسكري البحري بمختلف قواته إلى جانب البحرية الأوكرانية. إذن العملية الثانية والأكثر أهمية أن أوباغني لم يسمح لها بممارسة أي نشاط ضد الغواصات، وهي المتخصصة ضد الغواصات. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنها لم يسمح لأوباغني بحركة نشيطة بأي حال ووضعها تحت 11 عقدة، يعني أن العملية كلها تذهب أولا باتجاه ما سمي بمحاصرتها على جانبي إبحارها، ثم بعدها مباشرة أصبحت إسن تعاكسها. وعندما بقيت فقط كما حدث لديفندر المرة الماضية مع بريطانيا، اليوم مع أوباغني، عندما بقيت في حدود العقدتين والاتجاه معاكس، يعني أن حالة الصدام محتملة ما بين الطرفين، تحدث آنذاك الفرنسي، وعندما تحدث كان مرتبكا، إذ هو يساير ما قاله الروسي هناك، وهذا الذي يجعل من سفينة من هذا الحجم حربية صحيح، متخصص صحيح، فرقاطة صحيح، كل هذا صحيح، لكن ليس لديها أي قدرة على ممارسة دورها الذي تسلمته من الأمريكيين ومن القيادة في نابل على وجه التحديد. إذن أسطول الموجود في نابل، أسطول الأمريكي في نابل، سلم الخطة بالكامل من أجل أداء متفوق على العموم، وهذا الذي لاحظه الجميع، إذ أن هذه السفينة أو السفينة الحربية أو الفرقاطة عندما اقتربت من دخول البحر الأسود كان مهما جدا أن الروس وعبر غواصاتهم
هم الذين أنذروا البحرية الروسية بدخول أوفاغني إلى البحر الأسود. إذن هناك غواصات وبحجم عال جدا في المتابعة وأيضا في الرصد، ولذلك المعلومات كلها من غواصات روسية في شرق المتوسط، وهي التي عملت في المياه الدولية بهذا الشكل وبهذا الوضع. ولكن لماذا لم يستطع الفرنسيون الدفاع عن وضعهم في الحدود الدولية أو في المياه الدولية على وجه صحيح؟ إذن لماذا الفرنسيون يدافعون عن حقهم في الملاحة في شرق المتوسط كما يرغبون؟ إذن موسكو تدافع عن المياه الدولية وعن قراراتها هناك دون أن تكون أي قطعة من قطعهم تحت ما وقع لقطع فرنسية في البحر الأسود. إذن هذه هي النقطة الهامة للغاية، بأن فرنسا خسرت الريادة، لأنها أولا أوفاغني وقع عليها رصد في شرق المتوسط وسلمت المعلومات بشكل دقيق للروس، وآنذاك أحاطوها، وبعد ذلك دفعوا إلى إبحار معاكس تجاهها. إذن واقع الحال أن الأمر اليوم أصبح دقيقا للغاية، إذ فرنسا التي تسعى إلى ما سمي بحرية الملاحة الدولية في المياه الدولية على وجه التحديد، اليوم هي محرومة من الإبحار الدولي أو الإبحار في المياه الدولية في البحر الأسود بشكل عادي. ولذلك فالمسألة بالنسبة لروسيا أنها حاصرت هذه الفرقاطة، أربكت عملها، أربكت أجندتها، وأربكت الأمريكيين خلفها، وأن سلاح الغواصات في شرق المتوسط على وجه التحديد انتصر على أوفاغني، لأنه هو الذي أعطى المعلومات بشكل كامل لأسطول البحر الأسود الروسي. ومن ثم فإن هذه المواكبة كانت مواكبة ذكية وكانت مغامرة. ببساطة شديدة كان يمكن أن يكون فيه الشباك، لكن هذا الشباك معزول، يسمى من واحد لا ديفندر لا في الحالة البريطانية ولا أيضا في حالة أوفاغني، لسبب من رئيس يرسل هؤلاء ما سمي بالقوى التقليدية العظمى التقليدية، وهي ليس هناك القوى الكبرى الآن، هي ترسل وبالهيبة فقط يمكن أن تسير الأوضاع بشكل مفتوح، لأن هذه مياه دولية وهم حراسها. يعني أن نحن نتحدث عن فرنسا كعضو في مجلس الأمن، كعضو دائم في مجلس الأمن إلى آخره، لكن هذه الوضعية الاعتبارية لفرنسا أساسا سقطت بطريقة استثنائية، يعني لم يعد لها معنى ببساطة شديدة. إذن هذا الفيديو يؤكد من جهتين أننا أمام فرنسا الضعيفة، والتي لا يمكن اليوم الحديث عن فرنسا في الباسيفيكي، لأن في البحر الأسود ولم تتمكن من حماية إبحارها دون أن تكون بهذا الشكل الذي يعطي ليس فقط مراقبتها ورصدها، نحن أمام حصار مهمتها وأمام وضع مهمتها خارج الإطار. وأخطر من كل ذلك، فإن لا أحد يتحدث عن الحدود المائية أو الحدود الإقليمية لروسيا، لأن هذا لم تستطع له أوفاغني الفرنسية، إنها هزيمة لم يتوقع أحد. ولذلك فإن هذا الفيديو فيديو هام، وربما قد يكون له ما قبله وما بعده، لأن بحركة إيسن ضد أوفاغني يتكرر ما حدث مع ديفندر، ولو أن ديفندر هي لم تهتم ولم ترد بالراديو، لم تهتم ولم ترد وواصلت على الأقل، واختلف الجميع في الرد، لكن الفرنسيين أولا تخوفوا من حالة الصدام وقضية العقدتين، وهذا يعني أن هذا التسريب الأساسي منه هو أنه
هناك اعتبار أساسي بمحاولة السيطرة الروسية على البحر الأسود، وهذا الذي حدث لأن بعد ديفندر وما البريطانية وما بعد أوفاغني الفرنسية، فما الدليل في أن أي دولة غربية والآن أوفاغني ذهبت إلى الأسطول في نابل الأمريكي في نابل من التصوير الكامل بالنسبة لكل الطاقم إلى آخره من أجل القول أن هذه مهمة للناتو وهذه مهمة فرنسية أمريكية وغيرها؟ كل هذا كان مفهوما لدى روسيا، لكن روسيا لم تغفر للفرنسيين أنهم سعوا إلى تصوير وبشكل دقيق للمناورات الجزائرية الفرنسية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.